فيلو برنامج رائع آخر للمونتاج في الموبايل، قوي وفي أغلب الميزات المطلوبة، وكل تحديث يجي فيه إضافات قوية. طبعا أفضل أنك تأخذ النسخة الكاملة، فيها أدوات جدا مفيدة. اختار الفيديوهات اللي تريد تعدلها أو الصور، وعندك أغلب الخيارات والمقاسات المتعارف عليها بالعرض والطول. اللي حلو في البرنامج طريقة عرض الفيديو، وهي طريقة تايم لاين وشبيهة برنامج التعديل الاحترافية في الكمبيوتر. الاقتصاص أو اختيار مقطع جدا سهل، اسحب يمين أو يسار، وعندك قلب الفيديو من داخل البرنامج أو عمل تقريب بموشن، بس اختار البعد للبداية والنهاية ويعمل شغله بنفسه. وعندك بعض الانتقالات عددهم لا بأس فيه، وممكن تتحكم بالسرعة وطريقة الحركة، وفلاتر جاهزة كثيرة للتلوين. وخاصية Picture in Picture لإضافة صورة أو مقطع فيديو فوق المقطع اللي عندك. وما ننسى الموسيقى، عندك خيار الموسيقى الكاملة أو ممكن تسجل صوتك أو مؤثرات صوتية. البرنامج فيه استكرات ومؤثرات متحركة كثيرة جاهزة، والباقي اكتشفوه بنفسكم. للعلم الشرح هذا منتجنا بهالبرنامج الرائع، منتظر تجربتكم له.